الأرشيتكت ليس حنا، أنا برحب فيك. موجود، أهلا وسهلا فيك، صباح الخير. يعني حلو الواحد يشتغل بالزهور، حلو الواحد تكون يعني أي شيء بيعبر هو الزهرة والوردة، بس شخص يعطيها للتاني شو ما كان، خي لخيه، حبيب لحبيبته، ابن لأمه، يعني كل هالمناسبات هي دايما تعبير خلال الوردة. بس عم بيقولوا السنة يعني البوسة والعبطة والهودة رح يستعملون فالنتاين، لأنه رح تكون الوردة بس ما بيكفوا اوفر بادجت، ولا في لكل الميزانيات، في لكل الميزانيات. وانت بتعرف اذا المجوز واللي مش مجوز اذا رجع على البيت بلا وردة في مشكلة، يعني على فالنتاين. او بالبداية اول سؤال، ليش لي تروا فلور؟ هل في ثلاثة ورود اساسية؟ هلا الخبرية شوي انا مرات هيك بتضحك بس حلوة. هو الوالد اللي أسس لي تروا فلور. نعم. من 35 سنة أو أكثر نحن صار لنا. نعم. بقى كان عنده 3 أولاد بوقتها. أوه. ورجع صار في عنا أخت اسمها ماريا. أكيد لازم تغيروا الاسم يعني. بقى هلأ هي جماعتنا يعني، هي قد 3. أي طبعا. بقى مشان هيك كان الاسم لي تروا فلور. لي تروا فلور. لي تروا فلور موجود بمنطقة الجميزة، ما نتعرف أكثر على المحل، يعني شو الخدمات اللي بقدمها، شو يعني وقت نحكي فلور يا عالم واسع بيكون. مزبوط. نعم. نحن موجودين للي ما بيعرفنا بشارع مرم خايل الجميزة. نعم. الأشرفية، وهذا فرعنا الأساسي وما عنا غيره حاليا. نحن في ريتيل، يعني في فوت شخص لعنا وياخد لايك فلاور بوكي بلانت، فلاوري بلانت على مدار السنة. يلي بنعمله أكتر بما أنه أنا أركيتكت مثل ما ذكرت، بنعمل ويدينجز، بنعمل إيفانتز، بنعمل لاندسكيبينج. وهذا الشيء أخذناه لليفل كتير عالي، كتير بروفيشنال. جمعنا الأرشيتكتور مع الفلاورز مع اللاندسكيبينج تيكون الأوتكم شيء أكيد يكون الكلاينت كتير راضي. يعني وقتا نحكي لاندسكيبينج يعني أنتم مش بس تقتصروا على الورود والزهور. نعم. في كمان شتول وفي أشجار وفي كله موجود أكيد عندكم. أكيد. نعم. مستوردة ولوكال. نعم. ووقتها نحكي لاندسكيبينج كمان بنحكي ديزاين. نعم. وبنحكي اكزكيوشن وبتتابعوا صحيا. نعم. للنباتات. نعم. في كتير ناس. نعم. هن لويال كلاينتس لالنا. نعم. نحن بنشتغل لهم مثلا البلاكين تبعهم. نعم. اذا كانوا بمنطقه بيروت بنشتغل لهم جنيناتهم اذا كانوا بمناطق جبليه، واكيد بنتابعها وبنعمل مينتنس لهالموضوع. نعم. في طبعا انواع بتكون للمدن وانواع بتكون اكيد. اكيد اكيد نحن بننصح شو. نعم. لازم ينحط بمطارح معينه. نعم. واكيد كرمال لا يكون في متابعه وتنقدر نكفل. نعم. الشغل ما يعني احنا عندنا بعض الصور لنشوف هيك بعض الافكار للموديلات الرائعه الموجوده عند لي تروا فلور. كنا بدنا نبلش بس بالكلاسيكس تبعنا. نعم. يلي هو اذا فات شخص لعنا على المحل. نعم. كيف يعني شو معقول يشوف؟ نحن على طول في عنا الريتيل سكشن. نعم. يلي هي فيها ريدي ميد ارينجمنت، بيكون فيها الفلاور بوكسز يلي هن السيجنتشر تبعنا لي تروا فلور. نعم. بيكون في ريدي ميد بوكي والارينجمنتس. نعم. مع الكات فلاورز مع السيلكشن. يعني في شيء بيمثلكم، يعني في موديل بيمثل لي تروا فلور على طول في ايدنتيتي للارانجمون اللي بتاخذ من عنا. نعم. الطريقه اللي بنستعملها لنجمع الورود مع بعضها ان كان بالالوان بالاصناف، الموديلات يلي منحطها، الكونتينرز يلي منحط فيهم الفلاورز إن كان البوكسز تبعنا. نعم. يلي هن لي تروا فلور بوكسز أو أي كايند أوف فيز أو بوت بيكون. شو لون لي تروا فلور إذا ما نحكي عن لون؟ هلا هو ما في لون معين. نحن اول ما ابتدانا عم بحكي من 35 سنة كان اللوجو تبعنا باللون الاخضر. نعم. لانه هيك كان معروف يعني انه. نعم. الفلاور الاخضر بيجمع كل الالوان بالنسبه للطبيعه. نعم. اكزاكتلي. نعم. بعدين وقت عملنا النيو ايدنتيتي تبعنا اللوجو تبعنا صار باللون الاسود. نعم. صار كلاسي اكثر ومودرن اكثر. نعم. هيدا عم بحكي تقريبا من حوالي 7 او 8 سنين. نعم. بس هالاسود مخبى وراء الوان كثير وارجوانات كثير لانه هو بيعكس كمان. نعم. الالوان يلي بتنحط. بس بدنا نحكي عن موديلات عم نشوف قدامنا، يعني هيك موديلات رائعه. نعم. يعني هذا كله طبيعي. ها هذا كله طبيعي. نعم. مثل ما لاحظت الفلاور كومبينيشن يلي بتنحط رائع. الورود مع الفيلرز يعني على طول في عندك ستار ايتم بالبوكي يلي هو الكومبينيشن الاساسيه تبع البوكي وبيرجع. نعم. عندك الفيلر هون قلنا على اللاندسكيبينج. نعم. هول من البروجيكت اللي بنعملهم مرات بيكون اليمان واحد ببروجكت مثلا يمكن ان اوليف تري بكورنر معينه يمكن بوكسس بلانت مثل اللي شايفين تحت بغير كل المشهد بغير كل المود اكيد. نعم. بنتدخل باللايتنج وبكل شيء.
هلا هون رجعنا للبوكيات يلي معقول نعملهم، مثلا مثل هيدي البوكيه هي ليليز، يعني بس نحن هيدي ورده اسمها ليلي. يعني ما بحياتي اذا جمعت بوكيه بقدر اعمل منها مشهد، يعني ما بقدر اعمل منها شيء مرتب. هلا انا بعرف امسك البوكيه بهالطريقه، يعني في طريقه انا بفتره معينه كنت اعطي كلاسز بمعاهد وهيك، في طريقه لكيف تنعمل بوكيه، كيف ينمسكوا الوردات، كيف ينحطوا حد بعض. كتير كتير كتير. قديش حلو لون الأورنج، يعني هيدا مطعم بيكون. هيدا في لايت أورنج اللي اسمه شيري براندي روزز. نعم. ومعهم اليالو كومبينيشن يلي هي تيوليبس وسان فلاورز وفيلرز من اللون اليالو. فيها رد وفيها شيء فوشيا فيها شي. لا ما بعرف اذا واضحه كثير علينا الصوره، هي بالاساس لانه انا بعرفها الارينجمنت يعني شايفها لايف، هي شيري براندي روزز يلي هي موشحه بين الاصفر والاورانج. والباقي اتس يالو كومبينيشن، يعني بيطغي عليها اللون الاصفر لانه اللون الاصفر ما فيك تخلطه تمزجه مع شيء ثاني شوي دقيق. طب الياس الورود اغلبها امبورتد نحن عندنا لوكال فلاورز في بلبنان، لوكال فلاورز ويستعملوا وصاروا بنوعيه كتير عاليه. بس المشكله انه ما انهم موجودين على مدار السنه. ونحن كمحل بهمنا انه يكون في من كل الاصناف على مدار حتى لو في خيام ما بيمشي الحال، يعني في كوست بيصير كتير عالي خصوصا هلا. لازم يعني مثلا للتدفئه لهالقصص هون اللاندسكيبنج. هيدي شغله كتير مهمه نحن بنعملها، هي ارتفيشال جرين وولز. الارتفيشال جرين وولز هن جرين وولز بينعملوا بطريقه 3D، يعني بتشوف مثل كانه اتس ريل جرين وول. هيدا بلاستيك يعني، هيدا ارتفيشال معمول من 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 هاي كواليتي ارتفيشال فلاورز. حتى الكاليتي اللي بنستعملها تسمى ريل تاتش، لانه حتى الملمس تبع الاصناف بتحسه بيعطيك ريل افكت. حتى السينياتور تبعكم اوريجينال كثير يعني بالفعل، يعني بكل شيء عم نشوفه قدامنا. طب شو يعني دارج؟ يعني وقت نحكي بالورد دارج مين بتجيبه؟ شو دارج السنه؟ شو الموضه بالنسبه للالوان بالنسبه للموديلات والقصص اللي بتتطور؟ يعني بتلحقوا اي بلد بالعالم ولا بتلحقوا حسكم انتم الشخصي؟ عطول في الحس الشخصي. نعم. بس اكيد في الاطلاع كتير مهم. نعم. يعني اذا واحد ما اطلع على شو عم بيصير حواليه ان كان بعالم الورود او بعالم الايفنتس او بعالم الفلاورز، لانه هلا مثلا في ما بعرف اذا رح يقطع السيكتور تبع الويدنجز فينا نشوف الويدنجز. اذا مثلا اذا حكينا بالترند بنحكي على طول ويدنجز، بنحكي ايفنتس. مثلا this is a very classic passage decoration، بس بنفس الوقت it was trending at the point. القليل حلوة مثلا بتعطيك garden effect كتير حلو. معمولة هي من وردة الجيبسوفيليا او السوفيل نحن بنختصرها، اللي هي بعد ارخص من غير ورود. هي ارخص من غير ورود صحيح، بس بتتطلب كمية كتير كبيرة كرمال تطلع فيها بمشهد معين. روعة. الويدنجز مثلا هيدا سيت اب دينر سيت اب، في عنا الانتري يعني الهاند ريلز تبع الدرج، الكاندل سيت اب، والطاولات يلي عاملينهم ا كومبينيشن اوف رانر سيت اب على ريكتانجلر تيبلز والارانجمنت تبعهم. شو هال الفن الرائع لك هون لك المشهد. ذس از كمان هيدا باساج عاملينه كتير حلو هيدا بزكريت. مثل ما شفت على طول بنخلي الورد يتمازج مع الموقع يلي هو فيه. أوكي. مع السيت اب يلي هو فيه. اكيد بنكون هون مطلعين على الترند، اكيد بنكون مطلعين على الالوان. نعم. اكيد بنكون عارفين هلا تدخلوا بالتفاصيل اللي حول الورد مثل الكبايه والصحن. مرات كثير ايه. نعم. مرات كثير ايه. ليه؟ لانه الكابلز يلي عم يجوا لعنا بيعرفوا انه نحن فينا ناخذهم على ليفل ثاني بالعرس تبعهم. نعم. اذا اكيد ما كنا عم نتعاون مع ويدنج بلانرز معينين، اذا كان نحن عم نعمل الويدنج دقائق زاد اكيد بنتدخل بكل التفاصيل. برافو. طيب نحن هلا على ابواب فالنتاين، اكيد لازم تكونوا جاهزين لهالمناسبه. يعني بالمبدا كنا عم نحكي على الورده بالاول، بس الورده رح بتكون بمتناول الجميع ولا لا؟ بالفعل يعني انا بحب كل العالم اللي عم تسمعنا أكيد. تكون اكيد هلا ما رح اكيد انه اجي اقول انه الوردة رح تكون رخيصة مثل ما بيقولوا. يعني هلا صار الشعب اللبناني شوي الوضع عنده صعب مثل ما كلنا بنعرف. نعم. وبس نقول لحدا يمكن ما بعرف 50,000 ليرة 30,000 ليرة 20,000 ليرة يمكن تأثر عليه. نعم. بما انه نزل الدولار هلا وكتير منيح هذا الشيء، وبما انه الورد هو مستورد اكيد. نعم. الوردة رح تكون ارخص من ما كانت متوقع. نعم. ونحن عم نجرب قد ما فينا نسعر بضمير كرمالتا الشخص يلي بده ياخذ بوكيه اكيد يقدر ياخذها تكون مرتبه. أوكي. بس الكواليتي تبعنا اللي بنستعملها هي كواليتي كتير عاليه، يعني
نحن بنآمن انه الفلاور بوكية اللي بده ياخذها شخص بدها تعبر عن هيدا الشخص وعن أهمية الشخص يلي عم توصل له البوكي. يعني بفالنتاين أكتر شيء يستخدم هو الورد كورد روز، بضل مع أنه في كومبينيشنز كتير وفي ورد أصناف كتير هلأ درجيت، بس بتضل الورد الحمراء هي الستار آيتم أكيد بفالنتاين يلي هو شيء معروف. في عنا الفوتوشوت اللي عملناه قبل فالنتاين يلي بفرجي السيلكشن تبعنا تبع هيدا السنة. فيهم الناس يطلعوا عليه على الانستغرام تبعنا يلي هي لتروا فلور. فيهم يعملوا لنا فولو ويشوفوا كل شيء ريلز والبوست. في يوصلوا اونلاين، فيهم يوصلوا اونلاين اكيد. عم نشوف يمكن هلا على السكرين في الويب سايت يلي هو letruafleur.com. في شخص وين ما كان، ما ضروري يكون بلبنان، بحيلا بلد بالعالم. اوكي. بتوصلوا حيلا بلد؟ بنوصل، لا بنوصل بلبنان. عندنا سيرفيس انتر فلورا لبرات لبنان، بس الويب سايت هو معمول للطلبات يلي بدهم يعملوا داخل لبنان. داخل لبنان. يعني اذا حدا مثلا عايش برا، اذا برا بده يهدي حدا هون يعني. Exactly. وحتى اذا بلبنان بده يعمل الاوردر تبعه، الويب سايت از فيري يوزر بدك تشوف الفيديو كيف ممكن يفوتوا يتعلموا الناس عنه اكيد. هو ازرتن يعني letruafleur.com. مثل ما شفتوا وقت تفوتوا على الويب سايت في سكشن الفالنتاين. اول شيء يو هاف ذا اوفرز او البندلز يلي هن بيكونوا شوي باسعار، يعني اذا اخذت كومبينيشن اوف تو ايتمز بيكونوا ارخص من وان ايتم. وبيكون في افكار كثيره مثل الفلاور بوكسز سيلكشن كلها تبعنا. وانس يو كليك على ايتم اذا هيدا فيك تزيد عليه اني كايند اوف اد اونز مثل تشوكليت مرتب، براندز اكيد معروفين، فيز يمكن كيك يمكن واين بوتل شامبين بوتل اللي بدك اياه. وي ميك شور انه الهاندلنج تبع الاوردر تبعنا يكون سوبر بروفيشنال. يو كان تشيك اوت، يو كان باي وذ يور كارد. وهلا لكل الناس يلي عم يسمعونا، اذا بدهم يعملوا الاوردر تبعهم لفالنتاين قبل 8 الشهر يعني يتوصل بفترة فالنتاين يلي هي 11 12 13 او 14 الشهر، بس يحط الاوردر تبعه قبل 8 الشهر، في يستعمل كود كوبون كود يلي هو VALEN22 وموجود على الانستغرام اذا حدا نسي، وبس يستعمل هذا الكود بيطلع له ديسكاونت يلي هو من 10 ل 15% حسب البرتشيس تبعه قد الاماونت تبعه. في يستفيد تو بري اوردر، واكيد نحن بنهتم بالاونلاين اوردرز اكثر من ما يكون حدا فات لعنا على المحل، يعني مثل كانه عنا واكثر. يعني بالفعل سينياتور رائعه، نحن بنفتخر بلبنان انه عندنا هالذوق اللي هو دائما موجود طبعا بكثير مجالات وخاصه بمجال الورد اللي بنشوف نحن دائما عندنا بناخذ قصص الاكستريم وحلو، يعني بالاعراس الكبيره بيكون في هالمشهد الحلو هالمنظر الحلو. ان شاء الله نقدر نضل نكمل عايشين بهالطريقه هيدي، ونقدر كمان نكون اصحاب مع التروا فلور مثل ما لازم، وكل العالم بالفعل تقدر تفوت. برافو، يعني الذوق ما بينشرى ولا بينجاب من برا، الذوق بيكون موجود. هذا من ذوقكم، واكيد يعني نحن ميرسي على الاستضافه، وميرسي انه قدرنا نضوي على البراند تبعنا بفتره هيك يمكن كل الناس بحبوا يشتروا فيها فلاورز طبعا. واكيد لا حيلا شيء معقول تعزوه في الفون نمبرز. في ال 01 في ال 03 03 هو الواتساب يلي كمان بيرد عليه التيم عندنا بالمحل. ثانك يو لك الياس، ميرسي لاستضافتكم. ان شاء الله بتضل دائما قلوبكم هيك دافيه مع ورد وبلا ورد وراحه البال اهم شيء يا رب. خلينا ناخذ بريك، بعد البريك رح تكون معي جوي خوري لنحكي نحن وياها عن الزوجه الاولى والدور الجريء يلي بالفعل عم بتاديه بهذا المسلسل يلي عم بيلاقي نجاح كتير كبير وحضور كبير من قبل المشاهدين.